احنا النهارده جايين المشاركه بالعمليه الانتخابيه، واحنا الحمد لله شايفين الحشود والجمع الغفير الموجود امام المقاره الانتخابيه. والثلاث ايام دول انا بسميهم ثلاث ايام في حب مصر او حب الوطن، لان احنا شايفين كلنا الناس عايزه الدوله المصريه تبقى في نمو وازدهار ان شاء الله، واحنا خلف مؤسسات الدوله وخلف القياده السياسيه عبر الامر الله عشان استكمال مسيره الانجازات الموجوده على ارض الواقع في الدوله المصريه.